السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين مكعب روبيك محلول كما تلاحظون، فيه 6 وجوه، كل وجه يوافق لون من الألوان الستة. هناك أزرق، أحمر، أخضر، برتقالي، أصفر، أبيض. هذا الوجه يمين، يسار، فوق، أسفل، أمام، خلف. خلف يمين. إذا كان الدوران مع عقارب الساعة أقول يمين. يمين. إذا كان الدوران عكس عقارب الساعة يمين معكوس. لاحظ يمين أدور مع عقارب الساعة. فوق أدور مع عقارب الساعة. فوق معكوس. يسار. يسار أدور مع عقارب الساعة فهو يسار. أسفل. أسفل معكوس. خلف. خلف معكوس. خلف مع عقارب الساعة. لا بد من حفظ هذه التعليمة جيدة، سنستعملها كثيرا. يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين، أسفل، يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين، أسفل، يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين، أسفل. نكررها مرة أخرى. يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين، أسفل، يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين، أسفل، يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين، أسفل. مجموع 24 حركة. يمين معكوس، يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين، أسفل. 4 حركات. نعيدها 6 مرات. مجموع حركات 24. الآن سنخرب هذا المكعب ونقوم بحله. التخريب سهل، طفل صغير يخرب المكعب. يكفي هذا التخريب. الآن نبدأ حل المكعب. أفضل أن أحل الوجه الأبيض، هذا هو الوجه الأبيض لأن المركز أبيض. انتبه، هذا وجه الوجه سيكون أبيض لأن المركز أبيض. هذه قطعة مركزية، هنا لدينا وجهين فهي قطعة وسطية ذات وجهين، وهناك قطع ذات 3 وجوه زوايا. أبدأ بحل الوسطيات. أبحث عن الوسطيات ذات الوجه الأبيض، مثلا هذه وسطية فيها لون أبيض. أخذها إلى الأسفل. قلت أخذها إلى الأسفل وأديرها حتى يوافق هذا اللون الأزرق، المركز الأزرق، وأصعد بها إلى الأعلى. أبحث عن وسطية أخرى. لا، نعم، أبيض أحمر. أخذها إلى الأسفل ثم أديرها حتى يصبح لدي أحمر أحمر، ثم أرفعها إلى الأعلى. كما تلاحظون قطعة معكوسة، أصححها هكذا. أمام معكوس، فوق يسار معكوس، فوق معكوس، أخذت مكانها الصحيح. أبحث عن وسطية أخرى. أبيض أخضر، جيد، أدور بها هكذا حتى يوافق الأخضر الأخضر، المركز الأخضر، ثم أصعد بها هكذا. الآن قمنا بحل 3 وسطيات، بقيت واحدة أبيض، لا داعي لإنزالها إلى الأسفل لأنها توافق، لأن البرتقالي يوافق المركز البرتقالي، فأرفعها هكذا. الآن كما تلاحظون زائد، يعني تم حل الوسطيات. الآن سأحل الزوايا ذات 3 وجوه. أبحث عن قطعة فيها 3 وجوه ووجه أبيض، ليس هناك وجه أبيض. هذا جيد، أزرق، أحمر، أبيض، وجه أبيض جيد. أزرق، أحمر، أزرق، أحمر، يعني في المكان الصحيح فقط. أصعد بها إلى الأعلى وأطبق التعليم التي قلت لكم سابقا. يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين، أسفل، يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين، أسفل. صعدت ولكن
غير محلولة، فأعيد تعليمها، يمين معكوس أسفل معكوس يمين أسفل، هكذا حتى تأخذ مكانها، يمين معكوس أسفل معكوس يمين أسفل حتى تأخذ مكانها. الذي هنا أخضر أحمر، أخضر أحمر، ولكنها غير صحيحة، هي في مكانها الصحيح ولكن الألوان غير متناسقة، فنفس التعليم السابق، يمين معكوس أسفل معكوس يمين أسفل، الآن ستأخذ مكانها، يمين معكوس أسفل معكوس يمين أخذت مكانها، لم أتمم التعليم وأخذت مكانها، بقي زاويتين، الذي هي الأبيض أخضر برتقالي. أخضر برتقالي أخذتها إلى مكانها الصحيح، هكذا أبحث الآن مكانها الصحيح، هذه أخضر برتقالي أزرق أبيض ليس مكانها الصحيح، أخضر برتقالي أبيض مكانها الصحيح، ونفس التعليمة السابقة، يمين معكوس أسفل معكوس يمين أسفل، مرة أخرى يمين معكوس أسفل معكوس يمين أسفل، مرة أخرى يمين معكوس أسفل معكوس يمين أسفل، أخذت مكانها دون أن أقوم بحركة أسفل. بقيت زاوية واحدة هي هذه، ستصعد بنفس التعليم السابق، يمين معكوس أسفل معكوس يمين أخذت مكانها أسفل. الآن تم حل الطبقة الأولى، أقلب المكعب هكذا، هذا الوجه سيكون أصفر، إذن الوسطية ذات لون أصفر لا أحتاج إليها، برتقالي أزرق جيد ليس فيه أصفر، أديره هكذا حتى يأخذ البرتقالي مع المركز البرتقالي نفس مستوى هكذا، الذي هنا أزرق هنا أخضر، لا هذه قطعة لن تذهب إلى هنا بل ستذهب إلى هنا، لماذا؟ لأن البرتقالي أزرق، من هنا إلى هنا، وأطبق التعليم التالية، فوق يمين فوق معكوس يمين معكوس فوق معكوس أمام معكوس فوق أمام، ثم مرة أخرى هذه الوسطية فيها أخضر برتقالي عفوا برتقالي أخضر، أين ستذهب؟ إلى برتقالي أخضر، وأطبق تعليمة أخرى، فوق معكوس يسار معكوس فوق يسار فوق أمام فوق معكوس أمام معكوس، إذا من هنا إلى هنا تعليمة تقول فوق يمين فوق معكوس يمين معكوس فوق معكوس أمام معكوس فوق أمام، أعيد فوق يمين فوق معكوس يمين معكوس فوق معكوس أمام معكوس فوق أمام، أما من هنا إلى هنا فقلنا فوق معكوس يسار معكوس فوق يسار فوق أمام فوق معكوس أمام معكوس، سنطبقها مرة أخرى، فيها الأصفر؟ لا ليس فيها أصفر، جيد هكذا، الأحمر سيذهب إلى الأحمر، إذن فوق معكوس يسار معكوس فوق يسار فوق أمام فوق معكوس أمام معكوس، أخذت مكانها، بقيت واحدة، لا، نعم، ليس فيها أصفر، هكذا أفضل، أحمر لن يذهب إلى البرتقالي، الأحمر سيذهب إلى الأحمر، فوق يمين فوق معكوس يمين معكوس فوق معكوس أمام معكوس فوق أمام، الآن تم حل طبقتين، هذا يشبه المربع أضعه عن يساري هكذا مثل المربع، ثم أطبق هذه التعليمة، أمام يمين فوق يمين معكوس فوق معكوس أمام معكوس، أعيد أمام يمين فوق يمين معكوس فوق معكوس أمام معكوس حتى أحصل على هذا الناقص، ثم أعيدها مرة أخرى، أمام يمين فوق يمين معكوس فوق معكوس أمام معكوس، ها قد حصلت على الزائد. أحيانا تكون هناك قطع صفراء هنا أو هنا أو هنا أو هنا، المهم أن الذي زائد ولو كانت هناك غاية لون أصفر. الآن سأبحث عن عمودين محلولين، لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء، أقوم بدورة وأبحث مرة أخرى، نعم محلول، لا لا لا، واحد فقط محلول، دورة أخرى وأبحث، نعم نعم، لا بد أن أجد عمودين محلولين، أضع واحد على اليمين واحد في الخلف، ثم هذه التعليمة، يمين
فوق يمين معكوس، فوق يمين، فوق فوق يمين معكوس، ودورة واحدة ستصبح جميع الأعمدة محلولة. جميع الأعمدة الآن محلولة، ما علي الآن إلا أن أحل هذه الزوايا. أبحث عن زاوية في مكانها الصحيح ولو لم تكن الألوان متناسقة: أزرق، أحمر، أصفر. نعم، أحمر مركز أحمر، أزرق مركز أزرق، أصفر. نعم، هذه في مكانها الصحيح ولكنها غير محلولة. هذه ليست في مكانها الصحيح لأن ليس هناك أحمر، ليست في مكانها الصحيح ليس هناك أزرق، هذه ليست في مكانها الصحيح لأنه ليس هناك برتقالي. فأخذ تلك التي قلت أنها في مكانها الصحيح، هذه أزرق هو، أصفر أحمر، أضعه عن يميني. ثم هذه التعليمة، تعليمة مهمة: فوق يمين، فوق معكوس، يسار معكوس، فوق يمين معكوس، فوق معكوس، يسار. الآن بقيت في مكانها ولكن تغيرت الزوايا الأخرى: برتقالي، برتقالي، أزرق، أزرق، أصفر، أصفر. أصبحت في مكانها، هذه تم حلها، أصبحت محلولة، أصبحت محلولة. إذا بقي مشكل أعيد نفس التعليمة، إذا لم تأخذ أمكنتها أعيد نفس التعليمة، وهي فوق يمين، فوق معكوس، يسار معكوس، فوق يمين معكوس، فوق معكوس، يسار. أحيانا أعيدها مرتين أو أكثر. الآن مرة واحدة فأصبح لدي زاويتين محلولتين وزاويتين غير محلولتين ولكنهما في مكانهما الصحيح. فما علي إلا أن أستعمل التعليمة التي ذكرتها أول الشريط، وهي يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين أسفل، لكي يصبح الأصفر مع الأصفر والأحمر في مكاني والأزرق في مكاني. ولكن تابعوا: يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين أسفل. مرة أخرى: يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين أسفل. مرة أخرى: يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين أسفل. الآن ستصعد: يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين. أخذت مكانها ولكن لا بد أن أضير هذا أسفل. أتمم من التعليمة: يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين أسفل، لا بد من اسم المعلوم. ثم هذا أخذه هنا لكي أصححه. ثم يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين أسفل. أعيد: يمين معكوس، أسفل معكوس، يمين. أخذت مكانها وما علي إلا أن أدير دورة هكذا وهكذا، فأصبح المكعب محلول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.